يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا نشهد لمن مات على الكفر بالنار بعينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: إذا مررت على قبر كافر فبشره بالنار، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم حيث إن بعض الناس يقولون لعله دخل في الإسلام؟ أنت إذا علمت أنه مات على الكفر اشهد له بالنار، لكن مش اللي يدريك أنه مات على الكفر؟ أنت تعلم الغيب؟ أنت ما تعلم الغيب، لكن إذا علمت أنه مات على الكفر والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له لأن الله أعلمه وأطلعه على الغيب، فالرسول له خاصية، أما نحن فلا عندنا علم بالخواتيم وما يؤول إليه الناس يوم القيامة، هذا من علم الغيب. نعم.